شاركت الجزائر في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني والذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، حيث تمثل حضورها وللمرة الأولى منذ استقلالها عام 62 من القرن الماضي بثلاثة جنود رفع أحدهم العلم الجزائري. المشاركة الجزائرية هذه رفضتها زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرفة مارين لوبين، واعتبرتها صادمة، وقالت إن من شاركوا في الحرب العالمية لم يكونوا جزائريين بل كانوا فرنسيين، فحينها كانت الجزائر مستعمرة فرنسية. وزير الدفاع الفرنسي جين إيف لودريون رد على تصريحات لوبين لصحيفة لوموند الفرنسية قائلا أن الجزائريين دفعوا عددا كبيرا من الشهداء من أجل تحرير فرنسا، وعدم حضورهم هو الذي سيكون صادما. الجزائر من جهتها اعتبرت مشاركتها تكريم الآلاف من الضحايا الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، اعترافا بتضحيات الشعب الجزائري الذي ناضل من أجل استرجاع استقلاله وسيادته مقابل ثمن باهظ واسترجاع حرية الشعب الفرنسي. فرنسا أرادت من خلال استعراضها الضخم هذا الذي شارك فيه أكثر من 4000 جندي ونحو 60 طائرة مقاتلة و82 مروحية ومئات العربات المدرعة، أرادت أن تطوي صفحة الاستعمار وتعترف ولو متأخرة بالتضحيات الجسيمة للجنود العرب والمسلمين الذين سقطوا دفاعا عن حرية فرنسا. نصف دول العالم شاركت في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى والتي تتزامن مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي، وجنود من الجيش الجزائري شاركت للمرة الأولى منذ الاستقلال رغم اعتراضات الأحزاب والمنظمات اليمينية المتطرفة الرافضة لهذه المشاركة. سعد المسعود، العربية، باريس.